أما هلأ طبعاً هايدي خلينا نروح لموضوع كتير مهم اليوم، المراهقين يلي هن جزء كتير كبير من المجتمع، الأهالي كيف عم يقدروا يتعاملوا معهم بظل الغزو وسائل التواصل الاجتماعي يلي نحن ما بنقدر نخلي المراهقين بمعزل كامل عن هاي الوسائل، لكن شو هي أضرارها وكيف فينا نخفف من هاي الأضرار قدر الإمكان، كيف فينا نعمل ضبط كتير كبير لطريقة تعاطي المراهقين مع وسائل التواصل الاجتماعي والوقت نفسه. هايدي خلينا نكون واقع عين كتير اليوم، ما فينا نبعد المراهقين نهائيا، بس شو هي الأضرار والمخاطر؟ الشيء كتير كبير يلي دائما نحن مننوه عليه ومنركز عليه بصباح. طبعا وأكيد يا فرح، في عنا تقرير عن أحد مراكز البحوث بيقول إنه نحو يعني 45% من الأطفال كبيرة. تمام، متصلين بالإنترنت، و 97% من الأطفال بيستخدموا الإنترنت، يعني هي النسبة أبدا ما أنا قليلة. واليوم نحن عم نعيش بحالة من التطور التكنولوجي، يمكن ضغوطات الحياة عم تخلينا نلجأ للعالم الافتراضي، فمثل ما في سلبيات لوسائل التواصل الاجتماعي أكيد في إيجابيات. رح نضوي أكثر على هذا الموضوع، عن تأثر وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين وكيف ممكن نضبط هذا التأثير. تفاصيل كثيرة رح تخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم الأستاذة هناء الأزهري، وهي الاختصاصية الأسرية الاجتماعية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير، يسعد صباحك أستاذة، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. يعني خلينا نكون مثل ما قلنا واقعيين. تماما. الابتعاد الكامل عن وسائل التواصل الاجتماعي شيء ما حنقدر نحصل عليه. خلينا نحكي بالبداية عن مضار الاستخدام الكلي أو بشكل كبير لوسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين، خلينا نحدد هي الفئة بالذات. تمام، يسعد صباحكم أول شيء، وصباح المطر وصباح الخير لدمشق الحبيبة. يسعد صباح. وصباح مشاهدينا الكرام. طبعا نحن دائما بنحكي عن المراهقين وعن مشاكل المراهقين. أول شيء بدي أنوه أنا أنه هذا المراهق مو فجأة صار مراهق، هو كان طفل بالأول. فنحن التأسيس أهم شيء، نحن إذا مؤسسين صح بتكون النتائج بالمستقبل أو بفترة المراهقة صح. إذا التأسيس كان غلط فأكيد النتائج رح تكون بفترة المراهقة تحديدا سيئة. يعني إذا هذا المراهق أنا معوديته منه وهو صغير بدي عندي مشوار بعطيه الجوال أو التاب يلتهي فيه، عندي شغل بدي أعطيه التاب أو الجوال يلتهي فيه على مواقع التواصل الاجتماعي، فهو صار عنده إدمان على هذا الشيء. ما بقدر أنا بدي أجي بين يوم وليلة أفك منه أو أحرمه من هذا الشيء. فنحن بدنا من البداية نضبط هذا الشيء ونحدد له أوقات محددة، يعني ما يكون 24 ساعة، لازم نحدد أوقات معينة ونشغل باقي وقته، يعني ما نتركه فارغ وناخذ منه الجوال أو نمنعه من الانترنت أو من مواقع التواصل الاجتماعي. بدنا دائما نشغله بشيء مفيد، بنادي رياضي، بدورات مثلا بالصيف، نوادي سباحة، ممكن يتعلم الموسيقى، العزف، ننمي هواياته ونحدد له وقت معين لحتى هو يكون على مواقع التواصل الاجتماعي تحت رقابة وتحت توصية منا. يعني مو رقابة انه نوقف فوق راسه ونقول له هاي بتفوت عليها وهاي لا، بس نحن بدنا نزرع فيه القيم، بدنا نزرع فيه الممنوعات والمحظورات والشيء المسموح، ونخلي دائما انه ثقة بيننا وبينه لحتى هو ما يعني مثلا ما نمنعه منعا باتا، يكون في ثقة، يكون في تواصل، يكون في حوار بيننا وبينه لحتى نقدر نحن نزرع هاي القيم بالحب وليس بالتعنيف أو بالمنع منعا باتا، لأنه كل ممنوع مرغوب. أكيد. ونحن اليوم عم نركز على فئة المراهقين، كنا بنعرف هدول الفئة من إذا فينا نقول الشباب، يمكن عم بيكون عندهم تغيرات معينة عم بيأثر عليهم وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم ما فينا ننكر أنه هاي الوسائل عم تلبي احتياجات هدول المراهقين، يمكن من خلال هاي الوسائل هنن عم بيكونوا صداقات، ممكن عم يعطوا وجهات نظرهم وتفكيرهم بأمور عديدة. طيب كيف إذا نضبط هذا الشيء اليوم وكيف ممكن نحميهم من أي مخاطر ممكن تسبب هاي الوسائل؟ تمام. هلأ طبعا وسائل التواصل الاجتماعي عم تكون تنفيس لهاي المراهقين، مثل ما تفضلتي حضرتك عم يكونوا صداقات، عم يكونوا علاقات، عم يبدوا آراء بكل حرية بدون يعني أي ضغوط خارجية. فنحن مثل ما حكيت أنه بدنا نأسس صح ونعلم هذا الشاب
كيف يستخدم تواصل مواقع التواصل الاجتماعي بالشيء المفيد وما يأثر سلبا على هذا الشاب او المراهق، لحتى نحن يعني نخفف قدر الامكان من مخاطر هاي مواقع التواصل الاجتماعي، يكون دائما في حوار في رقابه لحتى نحن نقدر نوصل يعني لبر الامان وما يتاثر بهاي مخاطر التواصل الاجتماعي، لانه في كثير امور في سموم تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعني مثلا تخفيف من قيمة المعلم، الاستهتار بقيمة الأب والأم بنزلوها على شكل مو ضروري تكون مضامين سلبية، ممكن تكون مضامين إيجابية بس فيها نوع من السلبية، هون يمكن ما ننتبه لها. تمام، هي بتيجي على شكل فكاهة، على شكل نكتة، مثلا بأعياد الأم الأم مثلا ببلشوا أنه الشحاطة أو وسائل التعذيب تبع الأم، فهن عم يضووا بطريقة فكاهية وبدون ما نحن نحس عم يبسوا السموم بهاي المواقع التواصل الاجتماعي، فتكونت فكرة عند الشاب أو عند الطفل أنه هاي يعني بصير بيحكيها وبيكررها، فبتصير قناعة عنده، يعني بتخفف من أهم من هيبة الأم، من هيبة الأب. حتى إن كان أثبتت الدراسات أستاذة إنه اليوم حتى كثرة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والموبايلات وأي وسيلة يمكن تكنولوجيا حديثة هي بتأثر كمان على بنية الدماغ. تمام. ممكن تحدث تغيير فيها وتغيير سلبي ودخلنا أيضا بمشاكل اللي إحنا بغنى عنها. ده هذا الشيء صحيح اليوم 100%؟ وسطيا قديش بتنصح إنه نحن نسمح للمراهقين باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي؟ تمام، استعمال الجوال أو التاب لوقت طويل والدخول على المواقع الافتراضية اللي هي معنى حقيقية، فهذا بيأثر على بنية عقل المراهق، على ذكائه، على تفاعله مع الآخرين، يعني بتحسيه كأنه هيك مو معك، مو بال يعني بيخلص بيقعد بتحاكيه مثلا بده وقت لحتى يستوعب انت شو عم تحكي معه. يعني انا هذيك المره كانوا عم يذكروا قدامي انه فعلا انا وقت اعطي ابني الجوال ويقعد عليه مثلا فتره ساعه ساعه ونص بحكي معه، مثلا جيب لي تعال مثلا، بيروح هيك يعني ما انه مستوعب شو عم يتلقى، فهذا له تاثير كثير على الدماغ وعلى ذكاء الطفل وعلى علاقاته الاجتماعيه او المراهق وتفاعله حتى على تحصيله العلمي مع الاخرين. طبعا بصير عنده تراجع، يعني العقل مثل ما بقولوها بيتخدر، ما بعود عم يستوعب بالسرعه المطلوبه. شو اللي بنمي ذكاء الطفل؟ التفاعل مع الشيء اللي حواليه، التفاعل مع الأصدقاء، التفاعل مع الأهل، الروحات الجيات، النشاطات. إذا هو هاي كلها عم يعيشها بقلب هذا الجوال أو المواقع هاي، فهي ما عاد في تفاعل جسدي، في صارت شغلات أثرت على عقله. لذلك نحن بدنا نحدد وقت، يعني مثلا نمنحه إياه كجائزة، يعني بتدرس مثلا ساعة بتاخذ الجوال نص ساعة أو ساعة بنسمح له فيه. تمام، خلينا نعطي كمان أمثلة. يعني اليوم بتلاقي نسبة كبيرة من المراهقين عندهم شخصيتين، إن كانت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو إن كانت على أرض الواقع، بتلاقي هذا الشخص مختلف كلياً بأفكاره، بكلماته، ببوستاته، بصوره كمان. بتلاقي هذا الشخص ما عاد عنده تقدير لذاته، وبالتالي يمكن ما عاد يتقبل الحياة اللي هو عايشها. خلينا نحكي هذا الموضوع، قديش ممكن فعلاً يأثر على الشخصية؟ تمام، لأنه مواقع التواصل الاجتماعي مثلا تتعرفي على مثلا تعرف على شخص الواحد بالمواقع التواصل الاجتماعي، فهو عم يحكي له، ما في أسهل من الكلام وما في أسهل من الحكي، خصوصي أنه ما في لغة جسد، ما عم تقرأ الشخص اللي قدامك، فهو فيك في يقنعك بكل أفكاره بكل بساطة وكل سهولة، لأنه يعني أنت ما عم تتفاعلي معه عن قرب، وأنا كمان فيني أطرح اللي بدي إياه، أنا كذا أنا كذا أنا كذا، كتير الحكي سهل، هذا يكون شيء ما نوع منطبق على شخصيتي نهائيا، فبلاقي صار له قيمة بمواقع التواصل الاجتماعي غير القيمة اللي هو موجود فيها بالحياة العملية، فصار عنده انفصام بالشخصية، صار عنده يفضل دائما يدخل على مواقع التواصل الاجتماعي، مثلا يكون بيعمل حاله مثلا انه هو شيء كبير او شيء هاي، وهو بالواقع مثلا
خصوصي دور الاهل هون انه نحن بنعنف المراهق، بنحكي عليه مثلا بالفاظ سيئه، انت كذا انت كذا، انت ما بتنجح، انت عم يفوت على مواقع التواصل الاجتماعي عم يلاقي الكلام الحلو والقيمه والهاي، فاجباري بده يكون متعلق بهاي مواقع التواصل الاجتماعي. حتى ممكن يحكي مع اشخاص ما بيعرفها، ممكن يشكي لاي حدا، وهذا كثير يمكن غلط. صحيح، اكثر من اهله، فلذلك نحن دائما لازم نعطي قيمه لهذا الشاب المراهق اللي اول طلعته، نعطيه قيمه، نحسسه بذاته، نحسسه باهميته، دائما ناخذ رايه بمواضيع معينه مثلا، نعطيه مساحة من الحرية. نحن كيف نعطي مساحة من الحرية؟ مثلا ما بنفرض عليه مثلا لا سمح الله عم يدخن، لا تدخن مثلا، بنيجي نحن لا بن يعني أي شخص بتفرضي عليه شيء بينفر، بقوم بصير بيساوي من وراك إذا ما قدر يواجهك فيه. فنحن بدنا نستوعبه، بدنا نتحاور معه، بدنا نضرب له أمثلة على الناس اللي كانت تضررت من هذا الشيء اللي هو عم يعمله، كيف صار فيها، لحتى ونقول له مثلا انت بدك تقرر، بدك تكسب حالك، بدك تكسب صحتك، بدك تكسب مستقبلك، انت لازم تقرر. ونعطيه الافكار اللي بدنا اياها لحتى يحس حاله انه هو اللي مسؤول عن حاله، هو مسؤول عن صحته، هو مسؤول عن مستقبله، لحتى يتقبل الافكار اللي نحن عم نطرحها عليه. المشكله اليوم استاذه هناء مو بس عم يلاقي المراهق تقدير الذات، عدم تقدير الذات بالواقع، والعكس تمام بواقع التواصل الاجتماعي. اليوم عم بيصير مشكله كثير خطيره، وقت ما بننتبه عليها انه اليوم المراهق لما بيقعد بقارن حاله ممكن مع مراهقين ثانيين بمستويات ماديه ممكن تكون مختلفه، وحياته بعيده فعلا عن الواقع، لانه مو كل شيء بيتصور يمكن هذا هو شيء حقيقي. اكيد. فاليوم عم نشوف هي المشكله منتشره كثير كبير، انا ليش هيك عايش، ليش ما عندي الغرض الفلاني، ليش اهلي ما بتصرفوا معي بالطريقه الفلانيه، ويمكن قسم كثير كبير من هي الاخبار وهي الصور يتم التسويق لها بشكل كثير خاطئ. تماماً. بيتم التسويق لها بشكل كثير خاطئ. خلينا نركز على هي الفكره، كيف فينا نوعي المراهقين اليوم اولادنا انه مو كل شيء ممكن نشوفوه هو صح. تمام، نحن دائما لازم نعيش المراهق بجو البيت، نحسسه بالمسؤوليه، نحسسه انه هو فرد من العائله، ومثل ما له حقوق في عليه واجبات، لازم يساعد، لازم يقنن، لازم كذا. وقت يشوف يعني على مواقع التواصل الاجتماعي هاي البهرجات وهاي القصص اللي يعني اكثرها بتكون مو صحيحه، فنحن لازم يعني نوجهه انه السعاده الحقيقيه انه مو بهاي. احتمال يكون مثلا شخص عنده كل شيء بس في عنده اشياء بحياته ما مو سعيد فيها، ف يعني الدنيا ما بتعطينا كل شيء، بتعطينا اشياء تاخذ منا اشياء. تمام. فنحن اهم شيء نعيشه بحاله الرضا، بحاله القناعه دائما. هي حاله الرضا قد ايه المفروض نشتغل عليها من كثير الطفل، لانه يمكن هذه اليوم الاولاد ما عم يرضوا باي شيء، بتلاقي الاهل يعني بغض النظر عن وضعهم المادي او حتى الاجتماعي عم يحاولوا يقدموا فوق طاقتهم. صحيح. وما في رضا للولد. هي النقطة قد ايه خطيرة اليوم، لأنه رح تودينا يمكن لمطارح كثير صعبة بالمستقبل، خاصة مع فئة المراهقين اللي ما عندهم يمكن محاكمة صح للأمور. تمام، لأنه نحن عودناهن بس يطلبوا الشيء مثلا بأيام الرخاء، بيطلبوا الغرض بنجيبه فورا، ما بنقول له مثلا نحن كيف جبنا هذا الغرض، شو المعاناة اللي هاي، فلازم نحن دائما نعيشه بالجو. مثلا أنا رح كمان تمام. ما في شيء اسمه لا، ما في ثقافة اللا، يمكن قليل نلاقيها. طبعا مثلا طلب غرض تكرم عينك، والله هلا مثلا انه نحن بشوي ضيقة مادية، بأقرب فرصة أنا رح مثلا ما رح يفهموا بهي اللغة أبدا، بس مثل ما ذكرت يمكن نحن نراعي كلامنا ولغتنا معه. هلا أنا حكيت إنه المراهق مو فجأة صار مراهق، هو التأسيس من الأساس من الطفولة، لازم نحن نأسس صح ونعلمه على هاي القيم وعلى هاي المشاركة، وإنه يكون دائما يحس بهموم العائلة، واحد فرد من أفراد العائلة لحتى هو يعيش ويكبر بشكل صحيح. كان يطلع مسلسل سوري هموم عائلية اسمه، ففيه كتير تشاركية، يعني المسلسلات القديمة كانت كتير تعلمنا القيم والأخلاق، كان في كتير تشاركية من أصغر ولد لأكبر ولد بتشاركوا الهموم، فهيك بيكبر الطفل بشكل صحيح وبيهكل هم
أبوه وأمه وعائلته. أكيد يعني حاولنا هيك نضوي على سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين خاصة، ولكن خلينا نحكي شوي عن الإيجابيات. يعني قبل كنا عم نحكي عن سلبيات تأثير الوسائل على المستوى التعليمي للأطفال، ولكن خلينا كمان نكون واقعيين، في اليوم جانب إيجابي من الناحية التعليمية. بتلاقي اليوم كتير في كورسات على مواقع التواصل الاجتماعي، في دورات تدريبية لهدول الأطفال أو المراهقين، بتلاقيهم عم يستفيدوا، عم تلاقي مستواهم التعليمي جيد. يعني خلينا نوضح هي النقطة، إنه مو بس هو سلبيات هذا الموضوع. أكيد أنا دائما بقول إنه ما فيك تحرمي المراهق شيء موجود، فهو مثل ما تفضلتي حضرتك، مثل ما له سلبيات تمام. في له إيجابيات. يعني زمان كان مثلا الشاب أو المراهق يغيب عن المدرسة ما يعرف شو في عنده دروس، التعليم الإلكتروني تمام، يروح مثلا من مكان لمكان لحتى يشوف رفيقه شو أخذنا دروس. هلأ في الواتساب بيبعت له، في جروبات للأساتذة عم تبعت، يعني الأهل دائما عم يضلوا على تواصل مع المدرسة وعم يشوفوا مستوى ابنهم، وفي دروس تعليمية كتير مهمة عم تنزل، وفي كمان برامج يعني كتير حلوة وكتير إلى يعني وقع إيجابي على هذا المراهق. لازم دائما يتابعها، لازم دائما يضل على اطلاع فيها، نعلمه كيف يبدي رأيه بالشكل الصحيح بحيث أنه ما يؤذي حدا، ما يقلل من قيمة حدا. فوت على الفيسبوك، علق، احكي رأيك، عبر عن رأيك، بس ضمن الاحترام وضمن الشيء اللي انت ما تجرح فيه الآخرين. دايما هاي القيم لازم نزرعها ونفتح له مجال، يعني نحن نتشارك نحن وياه، انه تعال مثلا ننزل بوست على الفيسبوك نشوف شو رأيك، احكي لي شو رأيك بالشيء اللي عم يصير مثلا بالهاي، يحكي لي رأيه بقول له ممتاز رأيك حلو، بس ممكن نحن نشيل هاي الكلمة لأنه فيها مثلا ضرر لناس معينين، نحط هاي الكلمة بديلة. لازم دائما يكون في تشاركية وفي حوار مع هذا المراهق، ونعلمه هوايات مفيدة وينزلها على مواقع التواصل الاجتماعي لحتى يحس انه هو شخصيته بالواقع نفسه شخصيته اللي عم تلاقي اعجاب بالواقع، عم تلاقي كمان اعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي، فبكون عنده تصالح مع ذاته، واثق من نفسه، بيعرف انه هو هذا ذاته، مو هو بالواقع مثلا فارغ وما عنده شيء وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عم يلاقي الاهتمام. لازم يكون في تساوي بين العالم الواقعي والعالم الافتراضي. أكيد نشكرك كثير على وجودك معنا لليوم، وإن شاء الله يا رب يكون في، يمكن هي الرقابة على الأهل، الرقابة الصح يمكن اللي ما بتعمل نفور عند المراهق، لأنه اليوم المراهق يمكن أي كلمة ممكن ما يتقبلها ويكون نتيجة عكسية. كل الشكر لك، بأتمنى لك بقية نهار حلو. أكيد بالختام الاختصاصية الاجتماعية هناء الأزهري، شكرا لك ولكل المعلومات المهمة اللي قدمتيناها لليوم. أهلا وسهلا.